صباح الخير على حضراتكم من جديد. زي ما شفنا نبذة مختصرة طبعا عن الحوار الخاص اللي بنتكلم بيه، ازاي ممكن نواجه الدروس والكتب الخارجية باعتبارها طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي تستنزف ميزانية الأسرة بشكل كبير. وكمان دكتور طرشاوي أكد خلال المؤتمر الأخير اللي كان مؤتمر للشباب في جامعة القاهرة إن في رؤية مختلفة جدا للتعليم خلال السنوات القادمة، يمكن إن شاء الله نبدأها مع بداية الشهر القادم مع توزيع التابلت على كل الطلبة ويكون محمل بالمواد الخاصة بيهم، وازاي ممكن نتعاملوا معاه، وازاي ممكن نقضي على فكرة الدروس الخصوصية، وازاي نقضي على فكرة الكتب الخارجية ونقاومها بشتى الطرق الممكنة. لا مش بس كمان، ممكن كمان يدخل الموضوع كتجريم ان اي حد يروج لكتب خارجية، وازاي ممكن نكافحها. ده موضوع الفقر اللي بنتكلم فيها اليوم. خلينا نرحب بضيفنا الكريم دكتور عاصم عبد المجيد حجازي، الاستاذ بكليه الدراسات العليا للتربيه بجامعه القاهره. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا. كل سنه وحضرتك واسره البرنامج والساده المشاهدين بخير وسعاده. كل سنه وانت طيب يا دكتور. اهلا وسهلا بك. اسمح لنا نشوف تقرير متواصل باذن الله في هذا الحوار. متابعه مشاهدي الكرام. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في 22 من سبتمبر الجاري وتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. وأكد شوقي بأنها ثورة حقيقية في التعليم المصري، فبناء الأجيال الجديدة وتحديد مهاراتهم ومواهبهم المختلفة وجعل الطفل يعبر عن نفسه دون الضغط النفسي هو هدف النظام التعليمي الجديد لبناء الإنسان المصري. عايزين ولاد لا بتحفظ ولا بتخاف من الامتحان ولا بتكلم معهم على الدرجات ولا لغة تانية خالص. طبعا النقلة دي من 50-60 سنة بنظام قديم إلى فلسفة جديدة مش سهلة، وعشان كده احنا جزء من المشكلة في الحوار بيننا ان احنا بنطبق مفردات النظام القديم على حاجة تانية خالص. كما وصف شوقي المنظومة الجديدة التي سوف تطبق على الصف الأول للثانوي بترميم للمنظومة التعليمية، والتي تستهدف تطوير المناهج الدراسية وجعل الفهم هو الأساس في النظام الجديد. احنا أساس التطوير ان احنا نخلي الولاد يفهموا الموضوعات ما يحفظوهاش. عاوزين نشطب بالأستيكة كلمة إجابة نموذجية وامتحان متوقع. ده الهدف. وصرح وزير التربية والتعليم أن هناك أكثر من 2000 مدرسة تم توصيلها بكابلات الألياف الضوئية لتكون جاهزة للعمل بالمنظومة التكنولوجية الحديثة. وزارة الاتصالات مشكورة، صدق أو لا تصدق يعني، اديناها 2530 مدرسة ثانوي في أنحاء الجمهورية من أول رفح للسلوم لحلايب في مدارس ثانوي على الأرض. ندخل جوه المدارس دي نعمل شبكات داخليه وواي فاي ونحط فيها سيرفرز عشان نحط عليها المحتوى. القصه دي ماشيه بالتوازي مع الالياف الضوئيه ومع استلام التابلت، الثلاثه دول ماشيين مع بعض. عام ونصف العام من العمل الجاد أنجزته وزارة التربية والتعليم، والتي حددت هدفها منذ فترة طويلة لتطوير المنظومة التعليمية، وسوف تكمله خلال خطة شاملة وضعتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات ببناء حلم جديد هو مشروع مصر القومي في مجال التعليم. عام دراسي جديد استعدت له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال خطة شاملة وضعتها لتطوير المنظومة التعليمية، نظام تعليمي حديث سوف يتبع لمواكبة النظم التعليمية الحديثة بما يتناسب مع الهوية المصرية. أحمد سعد الدين، النيل. صباح الخير على حضراتكم جديد. برحب مرة أخرى بدكتور عاصم عبد المجيد حجازي، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة. شرفنا دكتور. صباح الخير عليك. الحقيقة دكتور طبعا كان في قرار جريء جدا بإلغاء يعني الكتب الخارجية بالنظام الجديد، وطبعا توفير التابلت وعليه المقرر الدراسي، فكرة مختلفة خالص تعليميا. أكيد إن شاء الله بنتمنى من ربنا إن هي تنجح وتلقى صدى كبير، هيوفر علينا طباعة الكتب، هيوفر علينا كتب خارجية، هيوفر علينا المدرس، هيوفر علينا حاجة كتير جدا إن احنا نوفر الكتاب بالشكل ده. حضرتك بشكل عام التجربة شايفها عاملة إزاي؟ في البداية أنا عايز بس أقول إحنا عايزين إيه من النظام التعليمي بتاعنا. لو إحنا طرحنا السؤال ده وحد من أولياء الأمور هيجاوب علينا هيقول إن أنا عايز إن الطالب ابني يعني يكتسب معلومات. طبعا الإجابة دي خاطئة، لأن إحنا دلوقتي في عصر الانفجار المعرفي، عندنا كم رهيب جدا من المعلومات، عندنا بنك كام، تمام. ففكرة إن أنا هدي للطالب
كمية كبيرة من المعلومات في مجال معين أو في مجالات مختلفة، دي مستحيلة ومش هتقدر عليها أي مؤسسة تعليمية في مصر أو برا مصر أو في العالم كله. إذا إحنا بنكسب الطالب مهارات تمكنه من التعلم مدى الحياة. وزارة التربية والتعليم لما فكرت في موضوع التابلت، ده موضوع تم دراسته وبحثه في رسائل ماجستير ودكتوراه كثيرة جدا، اسمه التعلم المعكوس. التعلم المعكوس. التعلم المعكوس أو استراتيجية الفصل المقلوب، اللي هو إن الطالب بيدرس في البيت براحته ويكرر المحتوى مع نفسه كذا مرة، وبعدين بيبقى الفصل أو النشاط المعلم داخل الحصة إنه بيتابع فقط مع الطلاب، بيبقى دوره مرشد وموجه مش ملقن زي ما هو في النظام التقليدي. فتجربة سرية بكل المقاييس. طب دكتور، هل يعني فكرة أنت ما تمسكش الورق في إيديك وملمس الكتب وإن أنت تعلم فيه يعني ده ممكن يحصل؟ يعني أنا فكرة إن أنت تقرأ حاجة يعني مش عارف تنطبق مع البعض، والبعض يقول لك لا التجربة لا صعب عليا مش هتبقى ناجحة، لا لو ما مسكتش الكتاب بإيدي وقريت والكلام ده هيبقى صعب عليا. طب حتى علميا ماشي إزاي الموضوع؟ أنا بس عايز أشير لنقطة أوي. دلوقتي الكثير من الخريجين بعد ما بيخلص بيلاقي نفسه انه محتاج يطور نفسه في مهارات معينه. بيلجا لمنصات كثيره للتعلم الالكتروني وبيتعلم من خلال هذه المنصات مش من خلال كتاب خالص، وبيتم اختباره اونلاين عشان يحصل على شهادات في كورسز معينه. طبعا تمام، دي بالظبط الفكره اللي احنا عايزين نوصلها للناس. بس اهم حاجه ان المحتوى اللي هنعمله الكتروني ده ويكون موجود على التابلت يكون محتوى جاذب للطلاب. يعني نستخدم الانفوجرافيك، نستخدم الجيميفيكيشن او تلعيب التعليم، تقنيات الالعاب التحفيزيه، علشان نوصل بالطالب ان هو يحب الماده ويستمتع بالتعلم. في الحاله دي اذا طبقنا التعليم المعكوس بهذا الشكل، اذا نوعنا في طرق عرض المحتوى، هيبقى عندنا فرصه ان احنا نراعي الفروق الفرديه بين الطلاب، هيبقى عندنا فرصة إن إحنا نقضي تماماً وبمنتهى السهولة على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية. أنا هيبقى عندي محتوى انتر أكتف، هيبقى عندي طالب نشط، هيبقى عندي معلم الأعباء اللي داخل الفصل بتخف من عليه، فبيستطيع إن هو يؤثر ويبقى فاعل في تعليم الطلاب بتوعه. طب عايز أسألك برضو، إيه فكرة التعليم معكوس؟ يعني كلمة جت منين؟ أصلها إيه؟ طبعا في التعليم التقليدي هو الطالب بيحضر في الحصة فبيدرس الأول المحتوى وبعدين يروح يعمل الواجبات في البيت. الفكرة بقى إن إحنا بنعكس الإيه؟ الطريقة دي، فبيبقى الأول الطالب بيدرس عنده المحتوى موجود على الإنترنت، بيسمع المحتوى أكتر من مرة وبكذا طريقة، يعني ممكن ننوع في طرق العرض للدرس الواحد ويكرره بالعدد المرات اللي بيسمح له باستيعابه. بعد كده بيروح الحصة مع المدرس علشان يمارس بقى الأنشطة والواجبات والمشاريع داخل الفصل. فأصبح كده احنا عكسنا الموضوع، بدل ما كان بيعمل الحاجات دي في البيت لا هيعملها في الايه؟ في الفصل. دي فكرة اللي هي التعليم الأجنبي زي ما بيسموه. يعني هي دخلت البيئة العربية من فترة يعني، وتعمل عليها دراسات كثيرة وأثبتت فعاليتها طبعا بكفاءة يعني. لأن أنت بتحول الطالب دلوقتي من مجرد متلقن أو حد مشارك مشارك، هو اللي بيبقى مشارك، هو اللي بيبقى فاعل في عملية تعليمه، هو اللي بيصنع تعليمه بنفسه. طيب برضه دكتور، عايزين نتكلم عن فكرة إن الكتب الخارجية في الفترات السابقة ما كانش في غنى عنها بسبب ان الكتاب حجم رهيب جدا، ضخم جدا، مليان معلومات ليس لها اي قيمه، حشو كتير جدا، فبالتالي الكتاب الخارجي اختصر الموضوع ده كله، اختصر الزمن على الطالب، فبالتالي بيلجأ له. هل ده شايف ان احنا ممكن فعلا نستغنى عنه؟ هي فكره الكتاب الخارجي حضرتك بتقوم على مجموعه من العناصر. المحتوى واحد لكن بيتم عرضه في الكتاب الخارجي بشكل أكثر جاذبية، جودة في الإخراج، بيركز برضو الكتاب الخارجي على اللي الطالب عايزه. الطالب عايز امتحانات كتير ونماذج للإجابات النموذجية اللي هو لو حطها في الامتحان ياخد الفول مارك يعني. بالإضافة لحاجة كمان اللي هي صورة ذهنية تكونت عبر سنين عديدة عند الناس إن الكتاب الخارجي أفضل بكتير من الكتاب المدرسي.
الطالب اللي هو متفوق لما بيدخل مثلا كلية الطب بالمعايير اللي الناس بتحكم بيها، اللي بعد منه بيسأله انت كنت بتذاكر من كتاب ايه علشان يشتري نفس الكتاب ويذاكر منه. فدي صورة ذهنية تكونت عبر سنين عديدة. لو طبعاً اصبح مثلا لك اللغة العربية مش عارف ايه اللغة الانجليزية، تحس ان بقت ايه في اسماء ثابتة خلاص. وبيسأل الطالب، بيسأل الطالب اللي قبل منه كان بيذاكر من ايه، الطالب المتفوق يعني. فاحنا دلوقتي علشان نتكلم عن الكتاب الخارجي والكتاب المدرسي، لو قلنا ان الكتاب المدرسي هنحطه في منافسة مع الكتاب الخارجي، نقدر ان احنا نلون في الكتاب المدرسي زي ما احنا عايزين، الامتحانات السابقة ممكن نجيبها ونحطها ونحط نماذج الإجابة، لكن هيبقى عندنا حاجة تانية مش هنقدر نعمل فيها حاجة، اللي هي الصورة الذهنية اللي تكونت في ذهن ولي الأمر وفي ذهن الطالب. يبقى الحل هو تنويع مصادر التعلم، ما يبقاش الكتاب سواء كان مدرسي أو خارجي هو المصدر الوحيد للتعلم. يبقى عندنا المشروع اللي تبناه السيد وزير التربية والتعليم، مشروع التابلت، زي ما قلت لحضرتك من شويه، تنويع طرق عرض المحتوى ما بين الانفوجرافيك والجيميفيكيشن وحاجات تانية كتير، في اساليب كتيره. في الحاله دي نقدر نقول ان احنا كده بننافس بتمكن يعني. اما نحط كتاب مع كتاب هتبقى المقارنه طبعا لصالح الكتاب الخارجي، وانت هتطور وهم هيطوروا، لكن اللي هيفرق الصوره الذهنيه في صالح الكتاب الخارجي مش في صالح الكتاب المدرسي. يبقى احنا دلوقتي عندنا مصادر مختلفة للمعرفة. بنك المعرفة المصري ده مشروع عظيم لسه عظيم. لسه حضرتك بنك المعرفة يعني شايف انه كافي جدا لكل طالب يبحث عن معلومة طبعاً. يقدر يدور فيه فعلا بسهولة ويسر، الفهرسة بتاعته طبعاً. بسيطة مبسطة، اصل كله يقول لك لا ده موضوع معقد، طيب انت سيد دخلت انت شفت انت بحثت اطلاقا، لا اصل هو هيبقى صعب. ايوه طب دور، لا مش معقد اطلاقا بالعكس. الدخول على بنك المعرفة المصري في منتهى اليسر والسهولة، وفي فيديوهات كتيرة جدا على النت بتشرح ازاي ندخل على بنك المعرفة المصري، والأكاديمية المهنية للمعلمين بتدرب السادة المعلمين على كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري وبتعمل لهم أكاونت عليه. فإحنا عايزين بس نجرب ونحاول نبدأ. لكن بنك المعرفة المصري في مجال الدراسات العليا كمان، حتى باحثي الماجستير والدكتوراه في الوقت الحالي بيعتمدوا كليا او بنسبه 90% على بنك المعرفه المصري، لانه بيتيح مصادر عربيه واجنبيه في منتهى الثراء وفي منتهى الدقه العلميه. طب ازاي برضو ممكن نروج ليه برضو يا دكتور؟ والله انا عايز اقول برضو حضرتك يعني انتهز الفرصه واقول ان مسؤوليه التعليم احنا دايما ليه في في في, في مجتمعاتنا يعني بنلقيها على عاتق وزاره التربيه والتعليم فقط، مع ان هي في الحقيقه مش كده يعني، لابد من تكاتف الجهود. احنا عايزين وزاره الثقافه لها دور، وزاره الشباب والرياضه لها دور، وزاره الاعلام لها دور، ويعني انا باسمن الدور اللي بتقوم به وزاره الاعلام، لكن احنا برضو عايزين مزيد من الجهد. الهيئه خلاص ما عندناش وزاره دلوقتي، لغينا الوزاره. وزاره التربيه والتعليم يعني مش هي وزاره التربيه والتعليم فقط اللي هتطور التعليم. انا مش مع الكلام ده اطلاقا. أنا عايز يبقى فيه وعي مجتمعي، عايز ولي الأمر يبقى عنده رغبة حقيقية في تطوير التعليم، ما يبقاش هو له هدف شخصي عايز يوصل له من خلال ابنه، لكن احنا عايزين نطور منظومة التعليم في بلد بأكملها. في الحالة دي احنا ممكن بقى هنلاقي عندنا الدافع الداخلي ان احنا نبحث عن المعرفة ونبحث عن مصادر المعرفة المختلفة اللي منها وبلا شك بنك المعرفة المصري يعني. طيب أنا هسأل أبو الدكتور بصفتك يعني زي ما بيقولوا في المطبخ كده الاعداد، المدرس المصري اصبح قادر انه يتواكب مع التكنولوجيا دي ويتعامل معاها بسهوله ويسر ويقدر يندمج في الفكر الجديد الخاص؟ ان شايفين دكتور طارق شوقي بصراحه الراجل فكره فارق شويه عن المجتمع المصري، وده سبب ان البعض بيقول لك لا ده احنا مش هننجح، ده احنا طب ما احنا لسه ما جربناش، جايز ننجح وجايز لازم نتواكب مع العالم يعني. شايف ان المدرس المصري يقدر يتواكب مع التكنولوجيا او الطفره التعليميه اللي مقبل عليها التعليم في مصر؟ انا بصراحه يعني من واقع خبرتي ان انا بحتك كثيرا بالمعلمين سواء في الكليه عندنا او في الاكاديميه المهنيه للمعلمين في الدورات التدريبيه، انا شايف ان في نماذج رائعه وممتازه جدا من المعلمين قادره على قياده التغيير ده، لكن برضو عايزين نقول ان التغيير ما بيكونش في يوم وليله. احنا حطينا رجلينا على بدايه الطريق، ودي خطوة أولى وإن شاء الله يتبعها خطوات كثيرة، ونأمل إن التطوير يحدث. طيب برضو
الإشاعات الشديدة جدا والحاولة لهدم الفكر وهدم طبعا يعني الناس بتحمل بدل ما بتساعد في البناء بتحمل يعني المعول الهدم بقى وتحاول تهد في كل اللي بيبنيه من فكر تعليمي جديد، ممكن ازاي نواجه الإشاعات اللي بتحصل دي برضه؟ هو أنا عايز أقول إن فكر الشائعات المنتشرة في المجتمع المصري ده يعني أنا عايز أرجعه للكتب الخارجية اللي كنا بنتكلم عنها في بداية الحوار يعني. الناس اتعودت على ان هي تاخد المعلومة جاهزة وتاخد المعلومة بسيطة، ما تبحثش عن المصادر الأصلية للمعلومة. الحاجات دي تعلموها الشباب من الكتب الخارجية اللي هي المعلومة جاهزة، ياخد حتى المؤلف بيفهم له وبيكتب له النتيجة، بيطبق له وبيكتب له النتيجة، ما عليه إلا إن هو يحفظ الإجابة ويقعد يرددها وخلاص بدون ما يبحث عن مصدرها الأصلي. فالموضوع محتاج إعادة نظر في المنظومة كلها. طيب دكتور عاصم، سؤال أخير لحضرتك، أنت شايف إزاي مستقبل التعليم من خلال دراستك واحتكاكك المباشر؟ شايف الدنيا عاملة إزاي؟ والله أنا متفائل بالخطوات الجريئة اللي اتخذها السيد وزير التربية والتعليم، وشايف إن هي فعلا خطوة على الطريق الصحيح، وأتمنى إن الناس كلها تتعاون في الاستمرار في هذا الطريق. طيب هل التخوفات اللي الناس خايفاها تخوفات في مكانها ولا في غير محلها؟ ليس لها مبرر على الإطلاق، لأنها مش مبنية على أساس علمي. أنا بقول لحضرتك اللي الوزير بيطبقه درس في رسائل الماجستير ودكتوراه كثيرة. حضرتك اكتب التعلم المعكوس أو الفصل المقلوب في أي مكان للبحث، حتى لو مش متخصص أو أكاديمي، يعني هتلاقي الكثير من النتائج. يعني ده معمول بيه فعلا؟ طبعا اتعمل في دول العالم كثيرة يعني. ماجستير ودكتوراه لا، ومطبق في دول العالم طبعا، أصبح هو الشكل السائد بمعنى صح. التعلم المستقبل للتعلم الرقمي أو للتعلم الإلكتروني. التعلم التقليدي يجب ان احنا نتخلص منه باسرع وقت ممكن. لازم نقطع الفكره دي طبعا. طيب برضه دكتور عايز اتكلم عن فكره الاعداد الخاص بالمدرس مثلا عندكم في كليه الدراسات العليا، باعتبار طبعا لسه حضرتك في الفواصل، ان ده شرط اساسي لوجود المعلم. طبعا يكون مؤهل على تاهيل عالي، دي دراسات عليا. بيخلص هو الاعداد الاكاديمي بتاعه، احنا بنتبنى النمط التتابعي، بيخلص الإعداد الأكاديمي بتاعه في كليته العادية، أداب، تجارة، أيا كانت الكلية، وبعدين بيلتحق عندنا في كلية الدراسات العليا للتربية ليكتمل إعداده التربوي، بحيث أنه برضو لما ينزل سوق العمل يبقى ملم بكل طرق وأساليب التربية الحديثة. وده بينطبق على التعليم العام والخاص؟ طبعا. ولا عندنا الخاص برضو عندنا مش عندنا مقيد. الدبلومة العامة في التربية؟ لا، أنا قصدي التعليم الحكومي والتعليم التعليم الخاص. ايوه، عندنا دبلومه بقى خاصه لمعلم المدارس الخاصه. بس هي نفس المقررات، بس على احنا يعني هي سبت وجمعه علشان تراعي ظروف العمل بتاعهم فقط. فده وده بيلتحق عندنا في الكليه لاستكمال اعداده التربوي. نعم، الف شكر دكتور، شرفتنا وكل سنه وانت طيب وسعداء بلقاء حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتنا دكتور عاصم عبد المجيد حجازي، استاذ بكليه الدراسات العليا للتربيه بجامعه القاهره. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أروح لأخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميلتي الأحامد، نشوف المستجدات مع